وفي تصريح خاص لمركز الأخبار أكد سعادة السيد فيصل بن حارب البوسعيدي سفير مملكة سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين، أكد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مملكة البحرين وسلطنة عمان، واصفا إياها بالنموذج الراسخ للأخوة. العلاقات العمانية البحرينية هي علاقات تاريخية بدأت من حضارات سابقة، ابتداء من حضارة مجان في سلطنة عمان ودلمون في مملكة البحرين، مرورا عبر الزمن إلى مراحل مختلفة، وصولا إلى إقامة علاقات بثنائية وفق نظام تنظيمي بين السلطنة ومملكة البحرين، وصولا إلى يعني تأسيس دول مجلس التعاون. ترتكز هذه العلاقة بالعلاقة الأخوية بين حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، يعني هم الاثنين يعني حريصين كل الحرص على تعزيز هذه العلاقة وتطويرها وتنميتها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أيضا يعني مملكة البحرين وسلطنة عمان يسعيان من خلال برامج عديدة مختلفة، يعني بعد تلك البرامج تم تأسيس اللجنة العمانية البحرينية المشتركة تسعى من خلالها تعزيز رغبة القيادتين الشقيقتين الحكيمتين لمولانا جلالة السلطان وجلالة الملك حفظهم الله ورعاه في تعزيز هذه العلاقة. أيضا يعني قامت اللجنة العمانية البحرينية المشتركة بتعزيز هذا الترابط من خلال تفعيل مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية يسعى من خلالها الطرفين لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي وتوفير يعني الفرص المتاحة لكلا البلدين. هذا وأكد سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تطوير العلاقات في المجال الاقتصادي والتجاري، مؤكدا في هذا السياق نجاح اللجنة العمانية البحرينية المشتركة عبر اجتماعاتها الدورية بين مسقط والمنامة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة. نتاج يعني إقامة العلاقات من خلال اللجنة العمانية البحرينية المشتركة وتنفيذ الاتفاقيات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هناك يعني تواصل حقيقي ما بين الحكومتين لتنفيذ عدة برامج اقتصادية. مملكة البحرين تعتبر من الدول الأولى في الاستثمار المباشر في سلطنة عمان من خلال يعني أيضا التبادل التجاري الذي يعني يصل إلى 226 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من 2024. أيضا مجلس رجال الأعمال العماني البحريني يعني يأتي يعني أيضا ببرامج تجارية لتبادل التجاري بين بلدين. أيضا سعى هذا المجلس إلى تحقيق شراكة من خلال تأسيس شركة عمانية بحرينية للاستثمار، ونسأل الله التوفيق لكل البلدين في تحقيق هذه المصالح المشتركة.